فيعني خلينا نبدأ من فرحتنا من امبارح والاحتفالية بتاعت النادي الأهلي وأداء النادي الأهلي الكبير من خلال مشوار طويل. شفت احتفالية النادي الأهلي إزاي والتتويج وليلة التتويج امبارح في ملعب استاد الأهلي والسلام؟ طبعا أنا ببارك للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي. بطولة طبعا بطولة الدوري بطولة كبيرة، ودايما النادي الأهلي بيبقى حريص إن هو يحقق لقب الدوري في كل موسم. طبعا كانت احتفالية مهمة جدا، وكانت حاجة بصراحة كانت حاجة شكلها كويس جدا في قدام الناس كلها، وإضافة كبيرة كمان للنادي الأهلي، بتدي ثقة كمان قبل نهائي أفريقيا. أكيد. فدي يعني جت في وقتها زي ما بيقولوا.